بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن تحرك الجبال. قبل 100 عام اقترح العالم الألماني الفريد نظرية تحريك القارات، وبالتالي انجراف الألواح الأرضية التي تشكل القشرة الأرضية التي تتحرك معها اليابسة والجبال. ولكن العلماء رفضوا النظرية وسخروا منه، ولكن بعد وفاة ذلك العالم سنوات قليلة أثبت العلماء أنه كان على حق وأن اليابسة تتحرك بالفعل، ولكن هذه الحركة لا يمكن إدراكها إلا خلال ملايين السنين. والمذهل أن هذه الحقيقة العلمية تحدث عنها القرآن قبل أكثر من 1400 سنة، طبعا وشبهها بحركة القيوم الخفيفة. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. سورة النمل آية 88. وهذا الجبال سوف تكون حركتها واضحة يوم القيامة. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نقادر منهم أحدا. سورة الكهف آية 47. والله أعلم.